في ظل انشغال السياسيين بالتحضير لانتخاباتهم، يطل الإرهاب برأسه مجدداً على الساحة العراقية. تفجير مزدوج وسط العاصمة نفذ بالتتابع، أوقع عشرات القتلى والجرحى. صار انفجار، هزام ناسف، قال أنا مريض، والتمع الوادم وفجر روحه، وطاحت بها الناس التعبانة، شوفوها الدم، صارت لحم الناس. أحد الانتحاريين ادعى بحسب مصادر أمنية أنه أصيب في التفجير الأول، وعند تجمهر الناس لإسعافه فجر نفسه ليخلف قتلى وجرحى تناثرت أشلاؤهم في المكان. أول انفجار صار من دي بعلالي، مني قال لك روح؟ ها واحد قال له روح منا، روح قال له روح، قال ما رد علاقة، قال ما رد علاقة. صار انفجار، من صار انفجار وقع وين؟ جو الشنابر مال شو اسمه، ظل نايم كان صار انفجار الاخ، صار هو ظل نايم بيه، ربك ظل نايم، انفجار الاخ، العالم كله ماتت. القوات الأمنية اتخذت عقب الهجوم إجراءات مشددة بحثا عن ذئاب منفردة أخرى قد تكون مختبئة هنا أو هناك. ها هي بغداد التي ظنت أن الحياة الطبيعية عادت إليها تنزف من جديد في وضح النهار، في خرق أمني يسأل عنه السياسيون والقادة الأمنيون. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.